شاء الله. ومين الحاج خراوه اللي انت كنت بتكلمه ده؟ ده راجل كده صاحبي، هنسافر انا وهو كم الزنابيك، هنجيبوا زنبورين من هناك ونقطعوهم ونبيعوهم وهندخلوا. ادعيلي ادعيلي ربنا يوفقني. ايه كوم الزنابير دي؟ انا عمري ما سمحت عن مكان اسمه كده. لا ده مكان مشهور مشهور قوي. بنقول لك ايه، انا سمحت ان كوم الزنابير اللبس فيها رخيص، جيب لي بنتك شويه لبس حلوين وليا انا كمان. انا بنقول لك اهو، انا هنستناك على نار لحد ما ترجع. ماشي ان شاء الله هنجيب لكم اللي انتوا عايزينه. جيب لنا حاجات حلوه معاك يابا من السفر يابا، انا عايزه حاجات حلوه يابا ولبس وحاجات يابا. ماشي ده انا هنشبرجك هنشبرجك. طب وهتطول في السفريه ديت؟ هتقعد قد ايه هناك يعني؟ لا مش مطول، كلها اسبوعين كده. ما تتاخرش علاني وخد بالك من نفسك واتغطى كويس. يا ستي خلاص يا ستي خلاص هناخد بالي، ده انا واعي قوي. يلا انا ماشي. شكلك جميل قوي وانت مسافر كده، اول مره نشوفك منور كده. يا ستي شكرا، سيبيني نمشي بقى. طب استنى لما ابخرك عشان الحسد. يا ستي يلا خلصيني، بخري وخلصيني. يا ستي غوري بقى، خد بالك وانت في الشغل، هو الحاج خراوه يضحك عليك وياخد منك الفلوس. والله ما حد هيضحك علي وياخد الفلوس غيرك. ماشي يا اخويا، مع السلامه. مع السلامه مع السلامه مع السلامه يا بنت، خدي بالكم من نفسك. مع السلامه يابا، مع السلامة. خدني معاك يابا، خدني معاك. ما بس يا بنت الكلب، النسوان هيسمعوك ويحسدوا لنا السفرية ويبهدلونا ويبصوا لنا فيكي ويعرفوا ان ابوك هيجيب فلوس. ما بس يا بنت. يا بنت التليفون بيرن، يا بنت هاتيه بسرعة يا بنت. خدي يابا. ايوه عامل ايه؟ وصحتك عاملة ايه؟ الشغلانة كانت حلوة؟ جبت منها فلوس يعني؟ أهم حاجة الفلوس من جول. الفلوس فين؟ يعني جاي المالي؟ يعني نقوم نعمل لك الأكل؟ حاضر هنحضر لك أحلى أكل. يا عم قلت لك أحلى أكل، حاضر. اللي أنت عايزه. حاضر من عيني. البنت كويسة والله زي الفل، بيسلم عليك أبوك يا بيه. سلمي لي عليه ياما. ماشي، هنقوم نحضر لك الطفحة قبل ما تيجي. يلا سلام بقى ما تجرفنيش. يلا من جولنا، يلا هنحضر لك الطفح. يلا سلام. هنا على ابوك على ابو اللي جايبينك، انت لاحظت؟ انت يا بيت. ايوه يلا قومي يلا عشان نحضر لابوك الاكل، ده شكلنا هنهيص وشكله جايب حاجات ياما جوي وخير ياما جوي. يلا بينا على المطبخ. ماشي يلا، ده انا بنحب نطبخ جوي، انا اللي هنقشر البطاطس ونجليها. فرخه جميله، نعملوها كده ونتبلوها تبقى زي العصر. على الله يكمل في ابوك ويكون جاب لنا الحاجات كلها. حتة فرخة خسارة في أمه. يلا زي بعضه، ما احنا هناكلوها برضه معاه. لو كان هياكلها لوحده كنت طفحتها له. إنما إيه، لازم الفرخة توصلها ضوافرها كده، تجلموها. زي ضوافرنا بالظبط، هي لها ضوافر زينا بالظبط. أحلى حاجة الواحد يكون إيه سريع في الحاجة كده أهو. أنا جزارة، أصلي جزارة جو. أهو. هنغسلها بقى. ما تجوزيني يا أم، حاضر يا ولدي حاضر يا ولدي. البصلة لما بتشوح كده بتعمل شغل في النافوخ حكاية. والناس اللي بتقول ما بتاكلش رجلين الفرخة، ما بتاكلوش رجلين الفرخة؟ انتم مخلصينها من عند الراجل. اذا ابويا فرحوا ليلة فرحوا ما كانوش يا عيني لاجيين يذبحوا له حاجة. راح الست رايحة قطعة، ايه قطعة رجل كلب وعاملاها في صينية. ابويا بقى ياكل كده وينقع. الريحة بقى ما نقولكمش عاملة ازاي. ودي مكرونه سباكيتي ملهاش حل، نعملوها كده عشان نزفلط، نفضلوا نزفلط انا وجوزي طول الليل وناكله فيه. اهي جاي من السفر تعبان، لازم يلاقي ايه شويه مكرونه يحشرهم في زاره.
حبه مكرونه صلصه انما ايه زي العسل. جميله اهي مبلبله وزي الزبده، مكرونه مبلبله بالواحده اهي. كان حبيبها وغايب بقاله سنه، والنهارده في الساعه الباب حرجني انا. شايفين يا اولاد اهو البصل ده اهم حاجه، تبلوها كده رشه فلفل اسمر تبقى زي السكر اهو. ابويا حبيبي روح قلبي ونصيبي، فسايا ما في ايدي، فسايا ما في ايدي ابويا. يا بطاطس الهوى قلبي فيك انكوى، والفسا ريحته هوى والحب بقى دوى. بطل يا بنت اكل في البطاطس بتاعت ابوك يا بنت. خلاص ياما ماشي. يا جمال المكروني مكرونه زي الزبده اهي. السفر اهو. انت جيت حمد لله على السلامه. ابويا جيه ابويا جيه حمد لله على السلامه يابا. فين الحاجه اللي معاك؟ فين الحاجات؟ فين الحاجات يابا؟ يا ستي ما كل حاجه في قلب الشنطه جوه اهي. المهم طمنيني، عملت الاكل ولا لسه؟ ما الاكل قدامك اهو، اقعد كل يلا. طب يلا يابا افتح الشنط، يابا افتح الشنط. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله عليك يا الله، بس طلع لنا الحاجات قبل ما تحط لقمه في حنكك. حاجات ايه؟ ما الحاجات موجوده، ناكل الاول وبعدين اطلعها لك واحده واحده. لا افتح قبل الاكل الاول يابا، مش هناكل غير لما تشوف الحاجات الاول يابا. يا ست اسمعي الكلام، ناكل الاول. طيب والنبي ناكل الاول. طب وانت خايف من ايه؟ ما تطلع الحاجه. مش خايف من حاجه يا ستي، بس نشرب الشوربه الاول. سيب الشوربه بنقول لك، والله العظيم ما انت حاططها في حنكك غير لما نعرف انت جبت ايه معاك الاول. ما جبتش يا ستي.